الوطن يا مثال الوفاء. يا شهيد يا شهيد أنت أولى فتى يستحق الثناء. يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد الوطن فليشهد العالم إن جرائم فرنسا في الجزائر لم تبدأ مع ثورة نوفمبر 1954، إنما منذ أول خطوة خطاها المستعمر بسيدي فرج سنة 1830، بدأت بتحويل زاوية المرابط سيدي فرج ومسجد إلى مقر قيادة القائد العام الفرنسي بورمون. فكل جنرالات فرنسا الذين تعاقبوا على الجزائر من الاحتلال إلى الاستقلال يشتركون في مبدأ واحد، وهو القضاء على روح المقاومة لدى الشعب الجزائري وتجريده من مقومات الحياة. فقد أحرق الاستعمار الفرنسي مداشير بأكملها وبأهلها وبحيواناتها، وصلب الرجال وقطع الرؤوس ومثل بالجثث وبقر بطون الأمهات الحوامل وأبيدت أعراش بأكملها، كما شردت عائلات ونفيت وهجرت قصرا. صرح وزير الحرب الفرنسي أنذاك جيرار: لا بد من إبادة جميع السكان العرب، إن المجازر والحرائق وتخريب الفلاحة هي في تقدير الوسائل الوحيدة لتركيز هيمنتنا. أما الجنرال سانت أرنو صرح سنة 1842 بما يلي: إننا لا نطلق النار إلا قليلا، لأننا نحرق الدواوير وجميع القرى وجميع الملاجئ. لقد خلفت في طريقي حريقا مهولا لحوالي 200 قرية قد أحرقت بكاملها، وجميع البساتين خربت وأشجار الزيتون قطعت. وقد اعترف بول أوزاريس أنه أشرف شخصيا على قتل الشهيد علي بومنجل الذي تم رميه من عمارة في شارع كليمانسو بالأبيار. وقد كشف الجنرال بول أوزاريس أن الشهيد العربي بن مهيدي غير مستعد للتعاون معنا، ومن الأفضل ألا يحاكم لأن محاكمته سوف تكون لها انعكاسات دولية، ومن الأفضل التخلص منه. هكذا قال جنرال أوزاريس للجنرال ماسو. وجاء رد الجنرال ماسو: إذن تصرف أنت شخصيا مع بن مهيدي بطريقة تراها أنت أفضل، ومن جانبي سأتولى التغطية عنكم بطريقة تجعل الاعتقاد بأنه قد انتحر فعلا. وعندما توليت قتله وتيقنت من وفاته اتصلت هاتفيا بالجنرال ماسو قائلا له: إن بن مهيدي قد انتحر وجدته في المستشفى، وسوف أقدم لك تقريرا في الموضوع غدا في الصباح. ودون أن ننسى الجرائم التي ارتكبت ضد المتظاهرين الجزائريين في المظاهرة السلمية التي قام بها الجزائريون المهاجرون في 17 أكتوبر 1961، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 300 جزائري جلهم تم رميهم في نهر السين.
أو قتلوا في مراكز الشرطة تحت التعذيب في ظل الجمهورية الخامسة برئاسة الجنرال ديغول. لا نستطيع أن نمسح أو ننسى صفحات التاريخ الأسود للاستعمار الفرنسي في الجزائر وما لحق بشعبنا من هذا الاستعمار، ولا زال يعاني من مخلفاته لحد الآن ولزمن طويل. وهل يمكن أن ننسى مراكز الاستنطاق والتعديل التي أسسها الجنرال ماسو؟ للتاريخ مرفوع الجبين وفي الحرب.